اتفضل اتفضل اتفضل. وده هقطعه بسناني ولا في مقص؟ اه لا طبعا في مقص. انا متعود اقطعه بسناني اصلا. اه في بقى تصوير. طب يلا اظبط معايا. واحد اتنين اتنين ونص. احب العبهم قوي. تلاتة الا ربع. تلاتة. شكرا. معلش اسمحوا لي عشان في حاجه انا بحبها قوي دايما بتعود اعملها مع الاولاد. العب العب يا فندم العب. وهنا بحب الحاجات دي قوي قوي. شاكر جدا. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. بالنسبه للملاعب دي بقى يا فندم تم الانتهاء منها في وقت قياسي بحيث ان الاولاد يقدروا يستخدموها مع بدايه العام الدراسي الجديد. هايل. على الله بقى نطلع لعيبه كويسين. كويس قوي. يا فين ايام زمان. عارف يا حسين على ايام انا الملاعب كانت بتتعمل من ايه؟ من ايه؟ البلاط بتاع الحمامات دوت. ويا ريت بتاع الارضيه. لا بتاع الحيطان اللي هو وانت بتلعب تتزحلق تقع باي باي خلاص مستقبلك ضاع. وده من ايه الارض دي؟ ده ترتان يا فندم. ده تراي فليكس مطاط من افخم الانواع. لا يا حسين من فضلك ده حتى من اسمه تراي فليكس ده يطلع اولاد طريه جدا. لا لا فين ايام الكوره؟ فين ايام الزمن الجميل؟ انا لعبت كوره شراب. لعبت بدومه. لعبت بزلطه. لعبت بازايز. عارف الكوره الازايز؟ ازايز؟ لا والله يا فندم مش واخد بالي. بطيان الازايز البيبسي والسباتس كنا بنلعب بيها. عارف كان عندي واحد زميلي دماغه عامله زي ما يتخيرش عنك كده دماغه عامله زي الكوره كده بالظبط. لعبنا بدماغه. يا معقوله؟ طبعا. عارف مين كان دفعتي يا حسين؟ لا والله يا فندم انا ما وعاش على الايام دي. حسام حسن ابراهيم حسن احمد حسن. عارف مين كان قاعد جنبي على نفس الديسك؟ اكيد عبد الحميد حسن. خلصت؟ انت خلصت؟ لا شوبير. شوبير اكيد طبعا هو اللي كان بيقف جول. لا كان بيضربنا وبياخد سندوتشاتنا. ومن صغره بيحلل الماتشات ويحكي لنا ايه اللي هيحصل من قبل ما يحصل. مره بقى شوبير كان واقف هو حارس المرمى وانا كنت المهاجم الفروت بقى صد مني كوره. طبعا بقى الدنيا اتقلبت لان صد من الثعلب المكار. مين الثعلب المكار؟ انا ده كان اسم الشهره بتاع الكوره ثعلب المكار رغم انت عارف ان انا اسمي اصلا كوارع. طبعا يا استاذ كوارع طبعا. المهم قاعد بقى الراجل اللي بياخد ناشئين وبتاع راح واخده موديه النادي الاهلي. من ساعتها بقى حارس المنتخب بقى صد بقى من الثعلب المكار. عزوز يا فندم عزوز. الله يسامحه هو اللي بطلني كوره. شوبير؟ لا بابا الله يمسيه بالخير. الله يرحمه ويحسن اليه. لا بابا في تريمف. ايه ده هو في مقابر في تريمف؟ لا يا حبيبي بابا عايش في تريمف. عايش بابا لسه عايش الحمد لله. ربنا يديله الصحه يا فندم. طب يا فندم ما تجرب يا فندم وتورينا حاجه كده من مهارات الثعلب المكار. لا 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 حسين ليت الشباب يعود يوما. دي هتبقى لقطه الموسم. تخيل يا فندم كده على اليوتيوب كده وفيديو نازل بعنوان مسؤول كبير يدهش التلاميذ بمهاراته. ايه رايك؟ بتشوف؟ نجرب؟ طب حتى انا ما اجيبش لبس كوره ولا يا فندم ده الثعلب المكار انت مش محتاج حاجه. ثانيه واحده يا فندم انادي الطالب. يا يزن تعالى يا يزن يا حبيبي. اسمه يزن؟ اه يزن. يلا يزن روح اقف جون يا حبيبي. انا لسه انا مش شايف جون انا مهاجم. مهاجم ايه يا ولد؟ روح اقف جون يلا. خضتني يا حسين. والله لا تسرف في عماله سنه. خلاص اهدى. شوف كده. يلا بسرعه. حسين خضتني يا اخي. معلش يا فندم. يلا يا فندم متعنا بقى كده بمهاراتك الجميله. يا ثعلب يا مكار. بقالي كتير جدا ما لعبتش بس يعني. يلا شوف. اعملها ده ولا ايه؟ هايل الولد ده كويس. معلش يا فندم نجرب مره ثانيه نجرب مره ثانيه. معلش. يلا يلا يا يزن. ها يبقى فهمه بقى. اه طب يلا. ها يزن يزن روح انت حبيبي. يلا روح روح. والله يا فندم انا بعتذر لك وبعدين ما جراش حاجه. هات الكوره يا ولد. كوره الكوره. يلا بقى يا فندم نكمل الجولة بتاعتنا. يلا ثانية واحدة. الله امال ايه اللي بيحصل؟ مفيش الولد بيبقى واقف بس. اه الولد ماشي فده اه. يلا بقى نكمل الجولة يا فندم. بالنسبة لمعمل الكمبيوتر فده تم بناؤه على أعلى مستوى وبيحتوي على 20 جهاز كمبيوتر. المسافة 10 ياردة فعلا.
يعني من هنا لغايه المرمى 10 يارده ولا انتوا لاعبين في المقاسات دي؟ لا طبعا يا فندم، احنا عاملينها على حسب القياسات العالميه. بالنسبه للمعمل ده بقى يعتبر المعمل الاول من نوعه على مستوى المحافظه. قول لي الكوره دي نوعها ايه بالظبط؟ هل مكسه ولا هلسه؟ يعني مقاسها كام؟ دي مكسه مقاس 5، والمعمل ده بقى بيستخدم تقنيه الويندوز الاكس بي عالي السكيورتي. اه والله يا فندم، يعني مثلا يمنعك من الهاكرز والعبث باموال الدوله. الولد ده في سنه كامل اسمه يزن؟ يزن ده في ثانيه تالت. ادبي ولا علمي؟ ادبي ايه وعلمي يا فندم؟ في ثانيه اعدادي. اه ثانيه اعدادي. اه كيف هات الولد ده هو. يزن تعالى يا ابني، تعالى. ليه يا فندم؟ حضرتك عاوز ليه؟ لا انا عاوز بس اتاكد من الارضيه بتاعت الملعب دي جيده ولا لا. هات يا ابني الكوره. طب وافتتاح المعمل يا فندم؟ حرق المعمل دلوقتي. هات يا ابني الكوره. هات يا حبيبي. كرة يا فندم، كرة. اتفضل. ما تقعدش تسقف كده وتستفزني. وقف هنا. لا لا لا، الولد ده واخد منشطات. تعالى تعالى تعالى. الولد ده مش طبيعي، واخد منشطات باين من عينيه. روح حيوان، روح حلل بسرعه. عادي يا فندم، ما جراش حاجة، نجرب مرة أخيرة كده وأنا اللي هقف لسعادتك جول. ثانية واحدة يا فندم، ثانية واحدة. يلا يا فندم. اللي حصل لك يا ثعلب يا مكار. يا ريتك ما وقعت، كان يتدخل. نجرب تاني يا فندم، نجرب تاني. أعرف بس أقوم بس. ثانية واحدة. ايه؟ خليك كده، خليك كده. طب ما هو، امال ايه اللي بيحصل؟ فندم انت لعيب قوي. انا اعمل ايه؟ انا لعيب قوي. المهارة دي يا ثعلب يا مكار مش ممكن. والله العظيم يا فندم احنا بنتعلم منك. الحمد لله. مع السلامة. ممكن حضرتك تيجي تقومني؟ الصور الأخيرة دي هي دي اللي تاخدها. كل اللي فات ده كلام فاضي وكلام فارغ. أنت فاهمني؟ بدل ما اولع لك في الكاميرا كلها. بيقولوا الراجل الناجح هو اللي بيفهم الست، وانا بلا فخر بدعي ان انا بفهم الست كويس قوي. بفهم امتى بتزعل من غير ما تقول، من نظره عينيها. بفهم امتى بتفرح، وده قليلا جدا لان عاده الستات ما بتفرحش. انما الحاجة الوحيدة اللي مش قادر افهمها لبسهم، لبس الستات. البنطلون له 100,000 اسم وله 100,000 قصة. البلوزة يا عيني على البلوزة. لها حكايات عديدة البلوزة. والفستان ما اقولكمش بقى على فستان. انا بحمد ربنا عز وجل ان انا راجل. راجل سهل. الراجل بيلبس البنطلون مكرمش وقيس فجأة بتبقى موضة. بنطلون مكرمش بقت موضة. قميص مقطوع دي موضة. واحنا لبسنا كله ايه؟ قميص، بنطلون، بلوفر، جاكيت. ده اخرنا. مسألة سهلة قوي. الرجالة سهلة قوي يا جماعة. قوي. الرجلة تعبتني، ما تخلصي بقى يا هند. معلش يا ابراهيم، انا لازم اتفرج على المحلات كلها عشان اعرف انا هشتري ايه في الاخر. تضيعوا نص يوم عشان تلاقي بلوزه؟ ده انا اتجوزتك اسرع. ايوه يا حبيبي طبعا، البلوزه ممكن تبين ان انا تخينه، لكن انت لا. يعني البلوزه اسرع من الجواز؟ طبعا طبعا. هايل. ايه ده؟ ايه ده؟ الله الله يا حبيبي يا ابراهيم، وانا اللي افتكرتك هتنسى عيد جوازنا زي كل سنه. هنسى عيد جواز؟ لا ازاي؟ ازاي انسى عيد جوازنا؟ لا طبعا ما انساهوش. ابراهيم. نعم. مش انت اللي عامل كل ده صح؟ اكيد مش انا اللي انا عامل كل الكلام ده، لان مفيش حاجه اسمها عيد جوازنا حضرتك. في عيد الجلاء، في عيد الفطر، في عيد شم النسيم، انما دي اسمها ثانويه جوازنا. أهلا 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 أهلا. انقذني. أهلا. يلا يا ولاد على مكاننا. ممكن نتعرف بحضرتك؟ أنا اسمي هند وده جوزي إبراهيم.
ألف ألف مبروك يا مدام هند، وألف مبروك يا أستاذ إبراهيم، حضرتك العميلة رقم 100 النهاردة، وعشان كده كسبتي جايزتنا. إيه جايزتنا؟ بالونات؟ لا البالونات إيه؟ جايزتنا هي إن حضرتك تختاري أي حاجة من المحل وهتاخديها ببلاش. إيه ده؟ بجد؟ الله. أي حاجة من المحل تاخدها ببلاش يا بنت المحظوظة. أيوة بس أنا كسبت صلاة النبي يعني على صلاة السلام، ده كله حريمي. لا يا فندم ازاي؟ انت حضرتك كسبت طبعا، حضرتك مش هتدفع، يعني هتوفر فلوسك. تصدق صح؟ طب من فضلك انا عايزة من كل حاجة موجودة في المحل مقاسي، انا مقاسي ميديم. اخلصي، قولي الحقيقة دلوقتي. اللارج. يلا يا ماما، علشان الوقت. اكس لارج. ربنا يزيد ويبارك يا فندم، بس حضرتك في شرط بسيط للمسابقة. خير. هي ان حضرتك أي حتة هتاخديها لازم جوزك يبقى عارف اسمها. بس كده؟ طبعا ابقى عارف اسمها. يلا ماما. انت متاكد يا ابراهيم؟ يلا عيد خلاصي، خلينا نمشي. اوكي. انا افهم مراتي كويس جدا، هند مراتي دي انا اقرا عنيها افهم الكفت. مراتك اسمها هند؟ اه. وانت جوز هند؟ الله يدور عليك. الله يخليك. طبعا انت بسرعه كده يا بنت القرود. ها جاهز؟ ايه اللي جاهز ده؟ ايه بلوزه؟ ايه ده؟ لا غلط. غلط. هي بلوزه. ده تونيك. تونيك؟ دي تونيك؟ معلش ملناش نصيب فيها. ده جاكيت. لا ده بات سويتر. بات سويتر؟ ده بيت من امبارح. دمك خفيف جدا. جوز هند. اوكي. سهل. ده بات سويتر طويل. اهو اهو. غلط يا ابراهيم. ليه؟ ده كارديجان. ايه يا حبيبتي؟ كارديجان. مش ده اللي بيلعب في تشيلسي اللي اتطرد الماتش اللي فات؟ ده مش هو؟ سوري. طب ركز. ركز. دي ما اظنش في اسهل من كده. مع انها قصيره ما اعرفش هتلبسيها ازاي، هديلك في خلقتك. جيبه. جيب. لا جوب بيقولوها كده ولا حاجه من دول. امال دي ايه؟ حلوه. سان بوروتيل. اسمه ايه؟ سان بوروتيل. مش دي لما بتنزل الميه بتدهنه عشان وشها وكده؟ لا سان بلوك. سان بلوك. عندكم سان بلوك؟ حرام عليك، حرام عليك، ده بيتلبس من فوق. طب ايه وبعد ايه؟ شوف بقى. تتعوض. لا لا يعني بص انا هدي لك فرصه تانية. واختاروا اللي انتوا عايزينه. يلا بسرعه. اخلاصي. والله يا فندم ولا ليك عليها حلفان. لا مؤاخذة في الكلمة، لبس الرجالة أسهل بكتير قوي. هو بنطلون وقميص وتيشيرت. قميص فيه بكم بنص كم وكات، تيشيرت بكم اللي هو سويت شيرت وبنص كم وكات. وفي شورت كمان. وفي شورت. بالظبط. صح. ركز بقى. هو ده. جيب الحاجات السهلة. بنطلون. لا. لا ايه بنطلون اهو، والسوست اهي، والبتاع اهو، بنطلون وجيوب اهي. ده بوي فريند جينز. اسمه كده؟ انت درستي فين؟ ده بقى بنطلون بس بتاع علاء الدين. او اللي بتاع الجماعه البنبوطيه بتاع السويس اللي هو ايه امال ايه؟ ايه؟ لا ده حريم بانتس. دلوقتي حريم؟ كل ما اقول لك كلمه حريم تزعلي قوي، بقى حريم بانتس. حريم بانتس صح؟ بس ايه؟ خلصي العن. ها؟ بنتكور. لا مش بنتكور؟ مش بنتكور. ده انا بلبس زيه كده بس لما اجي اصلي وانا على البحر وكده. بنتكور. امال ده اسمه ايه؟ ده كابري. كابري؟ حضرتك إيه؟ يعني انا برضو شايفك متوتر. ما تتوتر، انا معاك للصبح. جرب مره ثانيه. ها؟ يلا. وانا مش هسيبكم النهارده، هاخد حاجه يعني هاخد حاجه. ايه؟ لا ولا يهمك، هو تقلق انت متوتر. انت متوتر. لا لا مش انت بسرعه. دي بالونه عادي. ده مجنونه. اتحركي بسرعه. روح نركز. اوكي. خد. ايه ده؟ لا والله بص خد دي والله هدية عشان يمكن ما تعرفش اسم حاجة أو تبقى طلعت ببالونة. على رأيك. تعرف تعمل دي بالونة صغيرة؟ لا أعملها أنت. لا ما بعرف. أنا برضو ما أعرفش. تعرفش حاجة خالص؟ معلش صدقني. معلش. جوز هند. أنت جوز هند. جوز هند قوي.
معلش بقى يا هند، اديكي كسبتي حاجه، ما طلعتيش برضو من المولد بلا حمص. كسبت ايه يعني يا ابراهيم؟ شراب؟ وانا اعمل لك ايه؟ دي الحاجه الوحيده اللي عرفت اسمها، والحمد لله اني قلت كل الاسامي بتاعكم، جورب وشراب وسوكس. الحمد لله، احمدي ربنا. تفتكر الراجل كان يقصد ايه لما ادالي البالونه دي؟ كل سنه طيبه يا حبيبتي. المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوافي. الحقيقة الخل الوافي ممكن نلقاه، ليه مستحيل؟ الخل الوافي يعني الصديق الوافي، ممكن نلقاه، لكن اللي مش ممكن نلقاه أبدا هو الصنايع الشاطر اللي يخلص في معاده. يبقى أنا رأيي هنغير المستحيلات، هيبقى الغول والعنقاء والصنايع الشاطر اللي خلص في ميعاده، هما دول الثلاثة. ولو مصرين يبقوا أربعة، يبقى الغول والعنقاء والصنايع الشاطر اللي خلص في ميعاده والخل الوفي. ليه بقى؟ فئة كبيرة من الصناعية، مش كلهم الحقيقة، بيتفننوا في التحوير على الزبون، لدرجة إن أنا بشك إن هما بيتعلموا التحوير قبل ما يتعلموا الصنعة ذاتها. تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لو الآية اتقلبت؟ الحمد لله على السلامة يا دكتورة. الله يسلمك. ايه اللي أخرك بس كده؟ هيكون ايه اللي أخرني يا حسن؟ كالعادة العربية عملتها معايا في السكة وعطلت تاني؟ ايوه. انت مش كنت سايبها دلوقتي الميكانيكي ده يظبطها لك؟ ما هو الزفت الميكانيكي ده هو السبب، كل مرة هو السبب. حسب الله نعم الوكيل فيه، هو وكل الميكانيكية اللي زيه. ايوه، ادعي عليه، ده يستاهل اكتر من كده يا حسن، ادعي عليه. ربنا ينتقم منه. قادر يا كريم. امين يا رب. الهي يا رب يجيله يحط عليه خلاص امراض الدنيا كلها. ما تقومه يا خلاص رب. ده سكتش مش مسلسل، ابوس ايدك. هنكمل ان شاء الله بعد ما نشوف الحالة اللي جاية ديت. يلا دخلي الحالة. حاضر. خش يا حالة. اتفضل اخويا. زيد فضلك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. خير ان شاء الله. تشتكي من ايه؟ ايه ده؟ الدكتور عصمت شغال هنا. هو انت جيت لنا؟ اهلا يا استاذية. ده استاذية الميكانيكي، لسه بنشكر فيك دلوقتي على اللي انت عملته في عربيتي. يا باشا احنا ما عملناش غير الواجب يعني، لو اي حد غيرك كنت عملت كده برضك. ماشي. افتحها يا حسن. من يا دكتورة؟ لا لا يا حسن، الموضوع مش مستحمل فتح يعني، ده مغص صغير كده في البطن يعني بحس بيه، قلت اجي اكشف يعني. لما يرضيك برضه عم الاسطوات، مش لازم افتح واكشف كده عشان اعمل تشيك كامل جوه. ما هو حضرتك ممكن تعمل تشيك اب ده من خلال الاشاعه، انا عامل اشاعه يعني. طب مش تقول ان انت عامل اشاعه يا الله 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 الله. في ايه يا دكتور؟ وغوشتني. في يا دكتور ايه؟ وغوشتني. وغوشتني؟ انت مين اللي لعب لك في الجهاز ده قبل كده؟ انا جهاز؟ جهاز الهضم ده. دي كانت حصوه كده صغيره يعني، ورحت للدكتور قال لي مش محتاجه فتح يعني ولا عمليه الكلام ده، قال لي ممكن يعني تروح ممكن بشويه فوار. لا فوار ايه؟ لا يا عم، دي مفوره خالص ولازم تتغير حالا. تتغير حالا؟ الجهاز ده لازم يتغير كله. طب والتفويش ده يعني ما ينفعش نرمه باي حاجه يمشي يعني؟ بس بص يا استاذية، هو ينفع بس اسبوع وهتشتكي وهتقول لي ده باظت وتقول ان شغلي معيوب وده ما يرضكش. طب والعمل يا دكتور؟ حيرتني. عندي حاجه مستعمله بس نظيفه قوي ما تهنتش. وريني تقاريرك. اتفضل يا دكتور. قلقتني. قلق ده غير حيرتني وبتاع، انا حاسس ان انا قاعد قدام نزار قباني. لا ده انت تعجبني قوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا دكتور حيرتني؟ انت ماشي بالامعاء دي ازاي؟ انه امعاء؟ الامعاء يا اخي الدقيقة والغليظة الاتنين. لا اله الا الله. محمد رسول الله، ده انت كويس انك جيت لي. دي ما كانش يا ابني توصلك لغاية البيت. لا اله الا الله. لا الامعاء دي انت تسيبها لي يومين، انا اظبطها لك وتيجي تاخدها من حسن، بس تيجي الظهر قبل مواعيد العيادة. وده ينفع يعني يا دكتور؟ يعني ما تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله، ينفع الواحد يمشي كده من غير امعاء زي يعني العربيه ما تمشي من غير موتور ولا يا دكتور؟ بس لا هو ما ينفعش، صحيح عندك حق،
شوف انت ابن حلال حسن. قوم يا دكتور. الامعاء الدقيقه اللي لسه جايه لنا استيراد دي اللي احنا سايبينها في الثلاجه، هاتها برضه ضوضية، ده غالي عليا. حبيبي يا دكتور. انا هركب لك حاجه تمشي بيها تنساها بقى خمس سنين ست سنين سبع سنين وتريح دماغك خالص. يعني هتعمل لها كم كيلو؟ قوم معايا. شوت. اخر تراخر دكتور. يا دكتور دكتور عايز ايه يا دنت؟ ما تقفل بطن بقى يا دكتور، انا الهوا بيصد ويرد فيها. انا بقالي 8 ساعات عمال شغال في بطنك. بتغدى يا اخي. ما اكلش؟ ما تغداش؟ لا اتغدى مفيش مشكله، بس مفيش مانع يعني لو تقفلها وترجع تتغدى تاني. كان نفسي اقول لك اتفضل معايا، بس هتتفضل ازاي وانا شايل لك الامعاء؟ صحيح. هتفضل ازاي؟ بالهنا والشفه. بالهنا والشفا. الله يهنيك يا سيدي. تمشي بقى. مش هشوف شغلي. يا ابني استنى بقى. ايه ده؟ الدم ده دمي والقطن من طيني. القطن منين؟ طيني. يا اخي خلينا في شغل بقى. دكتور فين؟ في حاله مستعجله بره. طب وداني الاوضه الثانيه وانا جاي لها حالا. طب ده كلام؟ ده كلام يا دكتور؟ خير. قفل الكبوت اللي انت فاتحه دوت وبعد كده روح للمرمى الثانيه. ما انا كده كده عندك الحجاب الحاجز مبلول لسه ما نشفش. ثم انا ثواني وراجع لك. وبعدين انت ما يرضكش وقف الحال. لا ما يرضنيش، بس احنا ممكن نقفل ني في ني والحق المرمى التانية. انت شايف كده؟ طب ايدك معايا يا دكتور. يا دكتور اقفل. استنى بس. ماشي. امسك. على العموم ما تقلقش، البنكرياس قفلناه والمثانة هي بنشطبها ورجليش نكبت. طب زيت الطحال؟ ايه زيت الطحال؟ لا لا خليني اجي ناحيه الطحال. الطحال بحالته. طب الحمد لله رب العالمين. تمام الحمد لله. 14200 جندي. ها 14200 جنيه. ها نعم انت اتطرشت دلوقتي. 14200 جنيه. لا 14200 جنيه ده ما ياكلش معانا يا دكتور. وقف شغل ياض. حاضر يا دكتور. وقف ايه؟ سيبه كده بقى متهوي. لا. عشان لو رحت لاي حد يشتغل من غير ما يفتح. لا ما انت كده هتكلفني ونش. عامل لك ايه؟ هتدفع ولا مش هتدفع؟ ها تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا ما واخد جنيه مصنعيه، ده كله قطع غيار. يبقى راضي حسن بس في الاخر. خلاص ما فيش مشكله، ندفع ندفع ال 14000. يلا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا باشا. وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا باشا. وانت طيب. لا انا بتحاسب وقتي. انا هجيب لك فلوس منين؟ انا مش عرفني تجيب فلوس منين يا سيدي. خد بلازمه. بلازمه ايه؟ هات رقبته. هات رقبته. هجيبها. هات رقبته واخلص. هجيبها له من استنى بقى عشان نفتح شويه. لا يا واد انت مش عارف تشتغل. عشان نقفل. عجيب مريض عجيب انت كده. انت مش هتعرف تشتغل. طب دي هموت من الضحك. لا يموت من الضحك. صحيح الضحك ما فيهوش دليل ادانه، يعني كده كده هنطلع منها براءه. لا اله الا الله، مات من الضحك. طب والفلوس؟ ايه الفلوس؟ نشوف محفظته ولا في هدومه ولا في اي حته، اكيد هنلاقي فلوس. ده بيضحك علينا. عملت له تنفس صناعي. فنان الاستاذ القدير محمد ثروت. مساء اللي بيضحك. فنان القدير. لا لسه ما بلاش قدير دي. يعني انت موافق على الاستاذ الفنان؟ انا ما اعترضتش على الفنان. شوف البجاحه وقله الادب. لا شوف البجاحه وقله الادب. يعني انا قلت اهزر اقول الاستاذ الفنان القدير. انت مسكت في القدير. هو لسه ما بقتش قدير. ده عشان السن مش اكتر. ايوه انا فاهم عشان كده. اوكي. لكن انت موافق على الاستاذ الفنان محمد صلاح؟ ممكن ممكن, ممكن 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 تتقال. لكن القدير دي ماشي. انا مش عارف هل في البرامج بيسمحوا ان انا مد ايدي ولا شهبندر انا ادرك. مش هينفع مد ايدي. طيب انت منورنا صلاح. الله يخليك يا مشرفنا كل حاجه.
ثروت، انت قلت في مره من المرات ان ميلادك الحقيقي او بدايتك الحقيقيه مأمون وشركاه، شيء عظيم. ليه ليه يا ابني؟ هقول لك. هو في الاول وفي الاخر انا سن اكتشف استاذ احمد الجندي في محسن محسن ممتاز وبتاع، أيوه. او في الكوميدي عموما يعني، أيوه. ولكن مأمون وشركاء طلع مني حاجه انا ما كنتش متخيل ان انا اطلعها، او الدور ده، او انا يعني اعمل تركيبه زي دي كده، ودور زي راضي عبد التواب المحامي اللي هو بيبتدي فقير وبعد كده المفروض ان هو بياكل مأمون للسفير، وبعد كده بيبقى ضد مأمون، وبعد كده بيبقى ضد السفير، وبعد كده في تركيبه كده وفي تفاصيل صغيره احنا مش متعودين عليها. يعني انا كمان انا كنت مش متخيل ان انا اعمله. وبعدين الدور ده انا ما كنتش متخيل ان هو كده اساسا. يعني هو استاذ رامي امام اتصل بيا وبتاع، قال لي عايزينك في مسلسل عادل امام. فروحت الشركه وبتاع، فلقيت مشهدين، فانا افتكرت ان هو ايه، محامي من ضمن المحامين الموجودين في الحلقه الاولى والثانيه كده يعني. يعني ما اشتغلتش خالص مع رامي امام ولا اشتغلت مع عادل امام قبل كده. فالمهم ايه، مسكت المشهدين دول فارس بقى. عملت بقى اكسسوارات وبتاع والكلام ده كله، قعد يضحك قال لي لا هو الدور مش كده خالص يا ثروت، يعني ما خد المشهدين دول وتعالى لي بكره. ماشي. المشهدين دول كان شغلك مع الاستاذ؟ لا، كان اللي هو اول مشهدين خالص اللي هو بترافع ليه، وبعد كده بترافع ضده في اول حلقه. فافيه يعني بترافع لموكل وبعد كده تبقى ترافع ضده. فالمهم جيت تاني يوم وبتاع، فالمهم ايه ظبطت الاداء شويه يعني، خففت بقى الكوميدي والكلام ده كله. فقال لهم هاتوا له الورق، فهاتوا له الورق. ماشي. فقلت هجيب الحلقتين. لقيت رزمة قد كده موجوده وبتاع، فانا برضو مش متخيل نفس الحكايه. انا قلت يمكن عايزني اقرا المسلسل كله عشان اخش في المود بتاع المسلسل وبتاع. فالمهم روحت البيت بفر الورق. متعودين بيصوروا لنا ورقتين وبيدوها لنا. خلاص يا هو الورقتين المشهدين وخلصت يعني ما فيش. فبفر الورق والكلام ده كله، لقيت ال 30 حلقه راضي عبد التواب المحامي، راضي عبد التواب المحامي. فقريت المسلسل مرتين. وفهمت ان الدور فعلا مش كده، لا الدور فيه تركيبه، والدور هو رمانه مزال المسلسل يعني. هو اللي بيجيب الحدث ذات نفسه اللي هو بتاع الفيلا اللي بتاع عايزه تتباع ب 40 مليون جنيه. وهو اللي بيلعب على اولاد مأمون، وهو اللي بياكل اولاد مأمون للسفير، وبعد كده بيحس ان هو عمل حاجه غلط من خلال المشاهدين اللي بيتعاملوا مع عادل امام ولبلبه، فبالتالي بيرجع تاني ان هو يخش المعسكر الخير تاني اللي هو بتاع مأمون وشركاء. فالدور كان تقيل يعني، مش خفيف. هو فعلا الدور كان مختلف، وفعلا انت كنت هايل فيه. بس ايه اللي شافه رامي في ثروت ممكن يخليه يديله دور سيريس ومهم كده في مسلسل مع النجم الكبير الزعيم الاستاذ عادل امام؟ ما اعرفش، بس هو اكيد كل مخرج بيشوف الممثل من طريقه من وجهه نظر ثانيه. بالظبط. يعني ممكن اي حد سين مثلا بشتغل معاه فيبقى هو حاببني في الشكل ده او في طريقه الاداء دوت. في ممكن مخرج تاني فيقول لك لا ده انا مش عايزه في ده، هو ممكن الولد يطلع حاجات ثانيه. وقعدنا قعدات انا واستاذ رامي امام في الدور، يعني قعدنا حوالي مثلا 3 ايام 4 ايام على المسلسل كله، في بروفات ترابيزات مع لبلبه ومع خالد سرحان ومع كذا حد. ابتدينا نظبط الدنيا، طريقه الاداء، لا ما يفورش هنا، لا يبقى هنا حليات شويه، لا هنا يبقى جد شويه، هنا يبقى لا في بيفكر في حاجه ثانيه، لحد ما ظبطنا حتى طريقه لبسه وطريقه حتى تفصيله النضاره. ثروت، انت خريج الدفعه الثانيه مركز الابداع الفني عند الاستاذ خالد جلال من دار الاوبرا المصريه. قعدت فتره من بعد ما اتخرجت ما بتشتغلش كتير زي ما انت دلوقتي متواجد. هذا فعلا. كان في زمايل ليك سبقوك للاحتراف زي ما بيتقال يعني. ده كان من وجهه نظرك سببه ايه؟ سببه ان ممكن اكون انا مثلا ما بطلعش بشكلي فتره. يعني انا اصلا بحب ان انا ما بطلعش بشكلي، ما بطلعش بشكل الحقيقي اللي انا ماشي بيه. يعني كان اول حاجه عملتها كانت محسن محسن ممتاز. وبالمناسبه يعني برضو الحلقتين دول ما كانوش جايين لي اساسا. كانوا جايين استاذ يوسف شعبان، ان هو اللي يعمل محسن هو اللي يعمل محسن محسن ممتاز. وتقريبا اللي حصل ان هو كان عامل نفس الافيه في فيلم اسمه الفلفل المنديل، كان طالع برضو استاذ يوسف، استاذ يوسف شعبان. والمفروض ان هو الفلفل المنديل الاستاذ طلعت زكريا المفروض هيروح هناك المخابرات فيلاقي محسن محسن ممتاز، ده الافيه ده قصدي محسن ممتاز هو الافيه، ان هو يلاقي استاذ يوسف شعبان زي ما هو. فقال لهم لا مش هينفع اعمل ده عشان انا بعمله في فيلم تاني. فمش عارف، مش فاكر مين، بس اللي قال ان في حد اسمه محمد ثروت في قهوه ساده عامل مقلد يوسف شعبان. الله يسامحه، اتفضل.
فاستاذ احمد الجندي قال طب هاتوه بقى نشوفه وبتاع والكلام ده كله. ف قريت قدامه وبتاع قال لك تمام قشطه مفيش مشكله مقلده وبتاع، بس هو هيبقى فيك قوي لو قلنا ان هو ايه محسن ممتاز. فكانت فكره الاستاذ احمد الجندي ان هو يبقى محسن ممتاز اللي هو ابنه، ويبقى هو الموضوع فيه طبعا كمان، وهيبقى شبهه ونفس الصوت ونفس الطريقه مبلوع. وحصل وكان، والحلقتين الحمد لله رب العالمين فرقعوا حلو الحمد لله. قعدت بعديها سنه في البيت ما اشتغلتش لان انا كنت مثلا بروح كاستنج ولا بتاع، فاقول لهم انا محسن ممتاز، فيا راجل اتكلم كلام غير ده. والله العظيم يا جماعه الصور ايه على الموبايل ايه والله والله بجد. طب ماشي شكرا ميرسي. فاروح كاستنج تاني واقول لهم انا عملت حلقتين بتوع محسن ممتاز وبتاع. يا راجل بتتكلم جد انت؟ لا بس مش انت، مش الشكل بتاعك، مش الشبه. كان في بقى باروكه وشنب كبير اللي هو المقشه دوت، فهم غطي الدنيا خالص. فقعدت حوالي مثلا سنه في البيت ما حدش عارف ان انا محسن ممتاز. بعد كده عملت الحرب العالميه الثالثه احمد عرابي طبعا، فابتديت اللي هو ايه الشكل يبان شويه، يعني هو بس الشنب كبير شويه بس ما فيش باروكه في بتاع. بس الى ان بقى حصل جحيم في الهند، وحصل بعد كده تقريبا بدايه من جحيم في الهند ثروت طالع بشكله بكاركتره بدايه يعني هو الشعر اللي هو الخفيف، وبعد كده اللي هو الدقن دي برضو مش موجوده فاهمني، والشنب شويه يعني. قبليه طبعا كان في اعمال تانية اللي هو سيد تربو اللي هو في يوم ملوش لازمه، ايوه المخرج بتاع الفرح ده، كان برضو دقن ونضاره وشعر وكان فمش باين برضو نفس الحكايه. فعاده انا بحب اعمل كاركترز، ما بحبش اطلع زي ما انا يعني، بحس ان انا ما عملتش حاجه. انت قعدت فتره كبيره جدا في مركز الابداع لغايه ما اتخرجته. ده فعلا استفدت من الفتره الكبيره اللي انت قعدتها في مركز الابداع. لا طبعا اكيد استفدت بالفتره اللي انا قعدتها في مركز الابداع. ابسطها حتى تمارين الارتجال حتى، او تمارين وهو سادة اتعرضت كتير ولفته بيها العالم. وهو سادة اتعرضت حوالي مثلا 365 ليله يعني فعلي 365 ليله على مدى 3 سنين. على مدى سنتين. سنتين. نعم كان في اجازات في النص، بس هي ال 365 ليله فعليا اتعرض. وسافرنا بيها حوالي رقم قياس تقريبا ما اتضربش. لا ما اتضربش لحد دلوقتي. وسافرنا حوالي مثلا 5 دول من ضمنها ليبيا والجزائر والامارات وكذا حاجه، والاردن كذا حاجه كمان يعني. وقهوه ساده تقريبا هي اللي مطلعها الجيل اللي طالع ده دلوقتي يعني. هتلاقي مثلا فراج، هتلاقي محمد سلام، هتلاقي تايسون، هتلاقي هشام اسماعيل، هتلاقي محمد فهيم، هتلاقي انا، هتلاقي امير صلاح الدين، هتلاقي حمزه العيلي. فدول قهوه ساده كله. من الحاجات اللطيفه جدا اللي انا شفتها لثروت يعني، وكنت معاه في الفيلم بس انا ما كنتش شفت شغلك، بنك الحظ. تقول لي ايه عن ذكرياتك عن بنك الحظ؟ سمعت انه بنك الحظ ورحتوا انتوا الثلاث ممثلين مع الاستاذ جندي، وقعدتوا في حته وقعدتوا توضبوا شغل والكلام دوت يعني، توضبوا الحوار والكلام ده تمام. ذكرياتك ايه او كواليس بنك الحظ بالنسبه لك؟ بص هو بنك الحظ يعتبر من التجارب المظبوطه في اعمال الفنيه اللي موجوده، لان هو اتقعد عليه قعده محترمه زي ما بيقولوا يعني. خدنا الدرافت الاولاني، قعدنا استاذ احمد الجندي واكرم وتايسون وانا، قعدت على الورق، ارتجالات، بنظبط الكاركترات مع بعض، حتى الكيمياء كانت بينا حلوه طبعا على مستوى الكتابه وعلى مستوى الشغل في الفيلم. والفيلم يعتبر مواقف يعني، مش ما فيهوش حتى افهات لفظيه كتير او مش معتمدين على الافهات اللفظيه، لا ده موقف بيسلم موقف بيسلم موقف، ويعتبر يعني من احلى الحاجات اللي عملتها لحد دلوقتي بنك الحظ، لانه مظبوط على مستوى التمثيل وعلى مستوى الاخراج كمان طبعا. ده حقيقي. سليم عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه في سليم؟ مفيش، بعلمه الرمايه دلوقتي والله. ازاي بيرمي الفهات؟ لا لا انا بوقف له كاركتر واقول له ارمي يا ابني. نعم بيجلي لكن هيجيب باذن الله يعني. كده لسه السباحه بقى في الكاركترات ده. في البانيو. لسه السباحه في المناطق وبعد وركوب الكاركتر. تخيل لما الاستاذ احمد حلاوه، الدكتور احمد حلاوه، يسميك انت ديستورشن. بحب انكوشه الصراحه. انا عارف انك بتحب تنكوشه. بحب اقعد انكوشه. بتعمل ايه اليومين دول؟ لسه مخلص فيلم صاحبي، بطوله استاذ بيومي فؤاد.
العفو. لا والله يا عشان كده لا 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 والله لا والله وهشام اسماعيل وانا اخراج شادي علي ده يعتبر تاني تعاون بيني وبين شادي علي بعد عندما يقع الانسان في مستنقع اعماله. كمل لي اسم الفيلم معلش. عندما يقع الانسان في مستنقع اعماله فينتهي به الامر الى المهزله. وطبعا احنا كنا فاكرين انا وانت كنا بعض كده والله دي ملحمه والله. لا الواد محمد ابني عمل فيه كده على الفيسبوك قال ان هو دخل راح سينما يعني فبيقول للراجل بتاع التيكت بيقول له سمحت انا عاوز احضر فيلم بتاع عندما يقع الانسان. فالراجل قال له خلاص يعني هو بيروح يكمل للراجل قال له خلاص لو ما تكملش يعني فهو مكمل لسه في مستنقع خلاص يا ابني فقال له لا يا كابتن لغايه ما الراجل قطع التيكت تقريبا هو لسه بيقول له الاسم هو بيقول له الاسم. طيب ثروت يعني انا شخصيا ما بقدرش مثلا لو في اي عمل في سفر ولا اي حاجه في الدنيا لو ثروت مش في العمل انا بتنكد جدا لانك خير رفيق في الطريق زي ما بيتقال يعني والكلام دوت والحلقات. وفاكر طبعا اللي حصل لنا في الهند اكيد طبعا وفاكر الحدث اللي حصل بتاع البروبيف مش قادرين ننسى غرفه 225 اللي كنا مسمينها السوبر ماركت السوبر ماركت ايوه طبعا كنا كلنا بنيجي نفطر عند ثروت في الاوضه والغريب اننا كنا بننام متاخر جدا وانت بتصحى متاخر جدا بس انا صحوني الصبح بس انا كنت باجي انا صحيك الصبح عشان افطر عايز افطر طبعا يعني. لان الفطار كله عندي اخلي وساخ شرفت خماره وبعدين واحنا قاعدين في الاوضه اي حد يخبط كان ايه في اللي انت بتقوله دايما انت مستني حد انت مستني حد وتقوم وكلام ولا معتز تقول ايوه ولا بتفتح يفتح الباب لا لا يا معتز بيه انا الراجل بتاعك لا لا ده الراجل الكبير لا لا يعني انه يقتله فاهم جاي طب ما يجري يجري يروح في اي حته الفيلم هيبوظ اصلا وده البلوف اللي في البتاع لا لا طيب انت غيرت اسمك من ثروت سعيد لمحمد ثروت لا لا من محمد ثروت لثروت سعيد في مره يعني اتكتب كده في تتر؟ لا هو اسم محمد ثروت ده اصله في معايا من صغري يعني حتى كان بيبتدي مع المدرسين لما مثلا اخش وبتاع اسمك ايه يا ابني اسم محمد ثروت لما تغني لنا اغنيه ده اضحك مجامله طبعا مدرس فده قعد معايا فتره طويله فكان اي حد مثلا اقول له محمد ثروت لازم الافيه يجي مع استاذ محمد ثروت المغني طب فقلت اغيره طب اخلي اسمه ايه ثروت سعيد اسم محمد ثروت سعيد وانت ليك اخ اسمه سعيد؟ ليه اخ اسمه سعيد وليه اخت اسمها نورهان برضو فقلت اغير من يعني محمد ثروت لثروت سعيد ما مشيتش برضو يعني نفس الحكايه يعني فاهم ازاي الناس بقى بقت تكتب محمد ثروت محمد ثروت محمد ثروت فقلت لا استحالة يبقى محمد ثروت وثروت سعيد هيقول لك اتنين وانا قاعد سنه في البيت عشان شكلي لا خلاص هو محمد ثروت بس يعني حتى كان في خبر لسه نازل من قيمه 3 ايام احنا متنا اللي هو انتهى الفنان محمد ثروت من تصوير المسلسل سرايا حمدين وبتاع وشنطه حمزه فحاطين صوره محمد ثروت المغني مش حاطين انا الاستاذ محمد ثروت والله العظيم منزلينه استعجبت قوي والله العظيم ثلاثه بس عادي بتحصل مش مشكله والمشكله اللي حصلت في المطار بتاعت السفن بتاعت الايه السفين السفين والله بص احنا عندنا 45 يوم في تايلاند اساسا ايوه انا لحقتكم في اخر 10 15 فالناس تقريبا حبتنا هناك وبتاع فرحت جايب ايه سيفين كده ساموراي مرسوم عليهم تنين وبتاع وموده بشكلهم كده تحس ان هم ايه تحفه يتحطوا مثلا في مكتب يتحطوا مش عارف في ايه فكان اليوم ده اصلا كان يوم رخم قوي ما تعرفش ازاي حوالي 9 ساعات سفر من تايلاند دبي وبعد كده ترانزيت قعدت ساعتين وبعد كده رحت رايح من دبي لمصر مش عارف ساعتين وثلاث فمش نايم بقى خالص وبتاع فالمهم دخل على الجمارك وبتاع فقال لي ايه ده قلت له سيفين قال لي ايه ده سيفين قلت له سيفين زينه وبتاع قال لي افتحه فتحته وبتاع قال لي لا ده سلاح ابيض كل ده سلاح ابيض قلت له يا باشا ده زينه حضرتك انت شايف اكيد الموضوع لطيفه يعني وبتاع مش هجيب سلاح قال لي لا ده ما ينفعش دي قضيه ايه ده؟ قلت له قضيه ايه؟ الموضوع كده بتتكلم بجد بس فلقيت الموضوع اتطور وبتاع والكلام ده كله وحصل حوار كده وبعد كده رحت سايب السفينات نزلت عنه سبته خلاص بقى قلت خلاص مش عايزهم بقى خلاص بس هم كانوا طالعين من عيني الصراحه حلوين قوي ثروت انت غاوي اكسسوارات بحب الاكسسوارات اي مكان بتروحه وتلاقي اكسسوارات مهما كان سعرها بتشتريها بجيبها ايه حدوته الاكسسوارات لدرجه ان انا بدعي بقول لو اي ممثل محتاج اكسسوارات في البتاع يروح لدولاب ثروت
بجد لنا غاوي من ايام الهواه، ايام ما كنا بنشتغل مسرح هواه مع بعض والكلام ده. انت غاوي الخناجر والحاجات اللي عليها دم ودان، حاجات بتنور والودان وحاجات بتنور. انت غاوي الموضوع ده، قول لي يعني الغية دي جايه منين؟ بص انا بحب الاكسسوارات اصلا. ايه هو في طبعا فنان بحبه جدا استاذ سمير غانم، منى يعني عم المرتجلين في مصر وعم الاكسسوارات كمان يعني كذا نفسه يعني فيعتبر من ضمن الناس اللي اثرت برضه في شخصيتي عموما يعني، لان انا كنت بحبه جدا وبحب الحاجات اللي هو برضه بيطلع بيها يعني. فاكر الساعه اللي اشتريناها في المغرب لما كنا في تطوان؟ انت اشتريت ساعه ماشي وكانت غاليه وكانت حلوه قوي وبعدين اكتشفنا ان فيها عيب. ايوه صح. رحنا انا وانت وعبد العزيز اتخانقنا ورجعناها. حلو. رجع اشرف كابونجا تقريبا اشتراها هي من نفس. انا اشتريت حته ساعه بجد والله كابونجا. حلوه قوي ساعه ماركه فراري. بص الساعه عامله ازاي. حلوه دي جميله جميله كابونجا قوي. جبتها بكام؟ ده هو اغلى من اللي احنا كنا جايبينها منه. الراجل عنده 5000 ساعه و5000 ساعه حلوين دول على الساعه كلها. يختار الساعه دي هو اختار دي لانها عجبته. هو اختار كابونجا الساعه دي يعني. يعني انا ساعتها كان يغب عليا من الضحك ان اختار دي وكنا معلمينها بحاجات يعني. ثروت انت عملت مع المخرج الكبير الاستاذ احمد جندي نيلي وشريهان وعملت الحرب العالميه الثالثه وعملت الكبير قوي وافلام كتير طيب كل حد مننا بيحب يعني بيبقى له زي ما تقول يعني بيرتاح نفسيا مع مخرج. هل ده حاصل مع احمد جندي ولا مجرد صدفه؟ لا طبعا استاذ احمد الجندي انا بحب اشتغل معاه لسبب واحد، ان هو بيسيبك تقول اللي عندك كله يعني، بيخليك ان انت تقول اللي انت عايزه في الكاركتر كله، وهو بقى في المونتاج يظبط الكاركتر يعني هنتفه. وساعات يناقشك كمان فيه وساعات كمان يعني هقول لك على حاجه يعني فرج وفرج اللي هو في لالا لاند ده عشان يطلع بالشكل دوت. اول حاجه يعني فضل طبعا فضل من عند ربنا في الاول وفي الاخر يعني يليه احمد الجندي، لان هو لازم الكاركتر اللي هو عنده فصام دوت لازم يبقى فيه مخرج شايف يجيبه منين يصوره منين. لازم يبقى عارف هو هنا الطيب ايه وهنا الشرير ايه هنا الزاويه ايه. وخصوصا اصلا كان التمثيل في فرج وفرج ده كان الاثنين مع بعض. مش مثلا بناخد الطيب لوحده وبعد كده نروح نلين الكاميرات وبعد كده نروح رايحين للشرير لوحده. لا كان طيب جمله طيب وجمله شرير، جمله طيب وجمله شرير. فكان لازم حد او مخرج فاهم يجيب الشخصيتين دول منين او فاهم التركيبه دي. وقعدنا انا والاستاذ احمد جندي قعدت على الكاركتر ده، هل هو هيبقى عامل ازاي، الطيب عامل ازاي، الشرير عامل ازاي، هيظهر الشرير في انهي نقلات عشان يجيب ضحك معايا ازاي. عمره بعد معايا تفتكر دي ثقة سيادة من جندي فيا ولا اللي حصل او هاملك يعني رمي صوتك خلاص هو رمطوط اللي هو هو عارفين الحاج بيومي هيعمل ايه خلاص. اما ده انا مش ضامنه بس فاهمين ضمن الشخصيات اللي كانت صعبة جدا ويعني اي مخرج تاني ما كانش عارف يعملها زي احمد الجندي. تنورتنا صوتك الله يخليك حاج بيومي والله العظيم. انا مبسوط جدا بالقعدة معاك يا شهبندر والله العظيم. ده انت حبيبي ربنا يخليك. اشرب المي ربنا يخليك حبيبي.